السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم قصة هذا الفيديو تبعنا شوي غريبة، فيديو اندفع حقه بمزاد علني وصل سعره ل 800 ألف دولار. فيديو تصور من زمان، من ذكريات عائلة، تمام، ولدين صغار قاعدين عم يلعبوا، وبنفس الوقت اتصور هيك بطريقة عفوية يعني، وطلع بطريقة عفوية. سبحان الله، وترب العالمين بده يرزق بني آدم شلون بيبعت له الرزق. اندفع بهاد الفيديو 800 ألف دولار بالمزاد العلني، تمام. هي واحد. اثنين، في شركة صراحة ما عرفت شو اسمها، يعني ما وصلتني اخبار شو اسمها، شركة دفعت حق هذا الفيديو 1.5 مليون دولار لأصحاب هذا الفيديو. هلا الناس هتقلي ليش؟ شو السبب؟ فيديو بالفعل كتير كتير حلو، أنا كل ما بشوفه بتضحك من قلبي بصراحة، وهلا رح أحط لكم ياه للفيديو وتتابعوه وتشوفوه، تمام؟ الفيديو ما رح يكون طويل، فبس أنا حبيت أحط لكم هذا الفيديو وأورجيكم كيف الفكرة تبع هذا الفيديو اللي اندفع فيه 1.5 مليون دولار وأصحابه لهلا ما رضوا إنهم يبيعوا. والله فيديو عن جد، فيديو رائع. شو رأيكم فيه؟ اعطوني رأيكم بالتعليقات، يعني عن جد فيديو كتير 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 حلو، يعني جاي بطريقة عفوية سبحان الله وهيك اجا، بس الولدين كتير لذيذين. يعني عملوا مقابلة مع اصحاب الفيديو، اصحاب الفيديو قالوا لك انه سبحان الله بفضل رب العالمين من وراء هذا الفيديو يلي صوروا اتأمنت حياتهم كلها، وبالإضافة لدراسة أولادهم هن الاثنين نفسهم اللي كانوا بالفيديو لحتى وصلوا للجامعة، كبروا ولا صاروا بالجامعة. فهذا الفيديو تكفلهم بحياتهم المعيشية وتكفلهم بدراستهم بالجامعة، فتخيلوا يا رعاكم الله. حبيت شارككم الفيديو وتشوفوا المقطع، كان كتير كتير حلو بصراحة ومضحك. فلا تنسوا تعطونا رأيكم بالفيديو وباللي حكينا، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو، وإن شاء الله في عندي فيديو تاني كمان رح تنبسطوا وقت اللي حتشوفوه، لأنه حيكون في فشة خلق للمسلمين إن شاء الله. فرح أعرض لكم إياه إن شاء الله بفيديو تاني، تمام. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.